عايزين هوم ورك اوكي لا يكون من حاجات حلوه كده. ايوه طيب تعالى كده نكمل بس بل احنا بناخده ده صح هو دوت لا الدور كوره هو ده اه ممكن حاجات صح بس كوره ده انا بستخدم ايه؟ حاجات اللي هي ترانسبريشن عاديه. طيب تعالى كده نكمل الموضوع بعد ما بخلص طبعا خلاص انا كده عملت نقله للمشهد التالت بقى. المشهد التالت ده اللي هو فيه اللي هي الدوائر بتظهر بالطريقه دي. فانا هبتدي اعمل ايه؟ نموذج وهكذا يقرا. انا هعمل نموذج وهكذا يقرا. ارسم دايره مع الشيفت كده. تمام؟ اقول انا عايز الدايره دي فعليا السنتر بتاعها يكون بعد كده هبتدي ان انا الونها بلون. طبعا الستروك هبتدي ان انا اشيله هو متشال فعليا هحاول بس ان انا اديها لون ازرق كده مثلا ولا انا محتاج دي طبعا بداية ظهورها هتبقى فين؟ هنا اهو بالظبط ودي كده بتخلص هنا في حاجة اسمها ايه؟ طبعا دي كلها كده مش موجودة صح؟ اللير دوت في الفترة الأولانية مش موجودة. يعني تفرق حاجة لو قصيته أو ما قصيتوش يبقى ظاهر من الأول. مش إحنا هنسجل في الفترة دي إن هو يعني تبقى صفر؟ هيظهر من هنا؟ هيظهر إزاي؟ بس يعني هو يعني هيبقى صفر يعني؟ يظهر لا ما أنت ما بتسجليش وبس، أنت بتسجلي سكيل. لا كنت هسجل بوزيشن. لا ليه؟ هنسجل ستيل. يعني لو سجلت بوزيشن في المكان ده مش هتظهر قبل كده صح؟ سجلت ايه؟ بوزيشن. ولا بوزيشن ده تحريكها بس؟ اه. بوزيشن ده تحريك بس. مش دعوة. فعملت انا كده ايه؟ نموذج ده اللي بعمله دلوقتي محتاج لي يبقى كده مثلا وهبتدي ان انا اخد كوبي من ده كومنت دي واخره شويه ودوت هيبقى بلون ممكن يبقى بلون ايه؟ ممكن اجي كده ولما محتاج ان انا ادوس اس عشان اظهر الايه ولا انا محتاج دي تبقى كده او محتاجه تبقى قد ده خلاص انا كده رحت ايه راح واخد كمان دي من اللي تحت واخدها فوق حط كمان دي من اللي هي ال 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 السيان اللي تحت دايره السيان اللي تحت واخدها فوق الدايرة ايه؟ التانية وأخرها عن الدايرة دي بنفس مقدار التأخير الأولاني عشان الدنيا دي تبقى متساوية بالمنظر ده وأول ما تعمل كده هتقعد تستنى هنا هتعمل زي فريم كده بس أظهر السكيل عشان أحاول أقول له بعد إذنك آخر سكيل ليها يبقى صغير بص كده وبعد كده بقى وهي بتكبر كده خلاص انا كده عملت تمبلت عملت شكل اروح كمان شيفت سي على طول ونسميه ايه؟ واحد كبيره بقى تمام بس هبتدي اول ابتدي ان انا اقول ايه طبعا ممكن اكبيره اكبر كمان دي كمان دي كمان دي كمان دي شوف انت بقى تقعد تكبره قد ايه وخد ايه؟
شغال شغال بقى. ما هو فعليا ده هو انا بصغر الكومبوزيشن كله، فمفيش مشكلة لو صغرته اخد واحد تاني. كلهم بيبدأوا مع بعض، ممكن أأخرهم، ممكن أخلي واحد يبدأ قبل التاني؟ أكيد صح؟ أعمل إيه؟ أمسك البار أول وأنا عايز أأخر أأخر خلاص؟ بس طيب أنا كده خلاص، بس هبتدي بقى أنا أقول له إيه؟ بعد إذنك أه في الوقت ده، في الوقت ده في كلمات بقى بتتكتب صح؟ يعني في كلمة بتتكتب، تلاقي اكتب مثلا كلمة فوتوشوب مثلا، أو عشان ما أقعدش أطول بالكتابة بي إس على طول، أروح واخد السنتر بتاعته في النص ونخلي لونه أبيض وأروح مسجل له اس سكيل وبادئ ان هو صفر وبيكبر لحد هنا كده. هروح واخده بقى ايه كمان دي دبل كيت، هروح واخد نسخة منه هنا اس فتح السكيل بتاعه، خلي النهاية بتاعته نهاية السكيل تبقى كده، راح دبل كليك واعمل حاجة اسمها ايه اي واظبط السكيل بتاعها. طبعا ارجع السنتر في النص واجيبها في نص الدايرة جميل. كمان دي ابتدي ان انا اخد دوت هنا AE دوت اللي هو ايه؟ السنتر طبعا ابتدي اظبطها في النص كمان دي ابتدي اغير دي لحاجة اسمها اي دي ديزاين السنتر بتاعتها في النص. ممكن السكيل بتاعها بيكبر شوية كمان دي برضه هنا اهو صغيره شوية F C L H B R بعد ما بخلصه بقول بقى انا عايز مثلا في الاخر ابتدي ان انا كل المشهد ده كله كده كومن شيفت سي واسميه مثلا سين
3. يبقى first scene transition 1, second scene transition 2, third scene وبعد كده transition 3 وهبتدي ان انا اكمل. واضحه؟ فيها اي مشكله؟ كل ده بالترانسفورميشن العاديه. خلاص؟ في الاخر بقى خلاص عايز اعمل نقله عشان اقفل خالص, واخر مشهد هيبقى النهايه finished. اكتب كلمة finished واخليها تظهر بالطريقة اللي هي بتشوفها. فانا هعمل حاجة اسمها برضو ايه؟ هل ممكن اعمل نقلة تانية؟ ممكن اخلي الاشكال دي تروح اه صح؟ او تطلع مش هي كلها في layer واحد؟ طب ما اس سكي اس ايه position تقول له بعد اذنك اه بعد اذنك سيبنا اقراهم شوية وبعد كده اقول له ايه؟ شكرا هنا كلكم بره عشان انا هطردكم تيجوا بره تاني. لما اتفرج كده خلي بالك سريع قوي اخر واحد شراها صح؟ راح ماسك دي اللي عايزه اذنك بس راح حرقها كده جميل. ابتدي ان انا اعرض عشان ايه؟ اشوف الحاجه بتاعتي عامله ازاي. خلاص في الاخر كده بقول له طب اذنك انا عايز بقى دول يمشوا. دي بقى النهايه بتاعتي. ايه النهايه بقى؟ كلمه اسمها ايه؟ finished تبقى بنفس اللون الأبيض ده وأكبرها السنتر بتاعها في النص راح جاي تحتيها عامل ايه؟ هذا بيفكرني بيه. ايه؟ بس انا عامله منبه فبيفكرني بيه الصبح. فقلت انا عايز الكلام ده تحت كلمة finished عشان تبتدي تظهر معايا كلمة finished. ممكن اجي مثلا دوت اقول له align to center صح؟ الكلمة نفسها align to center اروح مخلي المستطيل دوت يبقى ايه؟ يبقى scale راح مثلا ايه عامل ايه زي هفك اللينك اللي هو ما بين الايه الطول والعرض. ليه؟ عايز اخلي العرض او الطول ده صفر فهتبان مستطيل هيبان خط مش هيبان اصلا. طب سجل بقى سكيل ان هو يبقى كده وبعد كده ان هو يكبر بالمنظر دوت فيديني ايه اوكي ايه بعد اذنك انا محتاجه يبقى كده طبعا السنتر طبعا كلمة finished هتلاقيها ظاهرة من الأول صح؟ بس كده كلمة finished فين؟ أنا عايز أجي هنا أقول له إيه؟ كلمة finished هيحصل لها crop لحد إيه؟
كده. اه ممكن اخد نسخة كمان كومن دي واعمل ايه؟ واخر واحد عن التاني، خلي لون واحد. كل سنة اه ممكن اقفل بقى الحتة دي كلها. وحشات جامد اوي. ممكن اجي في السكند 3. اه بعد اذنك برضو انا محتاج ان انا اقرا الكلام ده شوية، فبالتالي ان انا عايز ارحل كل الكلام ده شوية. عايز اقعد شوية اقرا الكلام ده PS AI، خلاص ممكن ارحله تاني كمان كده. عدت التايم جاي كلمة بقى ايه؟ فانجت المفروض تظهر هنا. بس الغمقان بقى اللي على الحواف ده، اه هو الغمقان على الحواف المفروض بيتعمل بالماسك، بس هعملها بسرعة دلوقتي وبعد كده ايه؟ هنبقى نشوفها قوي قدام. طبعا بنعمل حاجة اسمها سوليد كلر، رايت كليك على تحت في اللايرز أو من قائمة لاير فوق، بعمل نيو سوليد. نيو سوليد بيديك ايه؟ زي خلفية، مش خلفية، هو لاير، لاير لونه اسود، خلاص لونه ايه؟ لونه اسود، بيبقى فوق أو لاير بيغطي على الناس اللي تحت كلها. بعمل ماسك عليه بدايرة، ماسك عليه بايه؟ هاجي على الدايرة وأنا واقف على الصالب ده، هضغط دبل كليك عليها فالأسود يبقى داخل الدايرة، ولما أضغط دبل كليك على الشيب يجي لي شيب قد مين؟ قد الكومبوزيشن. خلاص هاجي بقى على الدايرة تحت في الأوبشنز في الماسك، الماسك قدامه حاجة اسمها انفيرتد. يعني إيه؟ يعني أعكس الماسك، بمعنى ان المنطقة الدايرة دي ما يكونش فيها اسود، الحواف هو اللي يكون فيها اسود. لاحظ انفيرت، انفيرت عامل ايه؟ خلى الاسود بره الماسك مش جوه الماسك. فراح جاي فاتح الماسك اوبشنز بقى، هلاقي فيها فيدر، راح مزود فيدر الحواف بتاع مين؟ فيديني غمقان. طب الاسود اللي الحواف اللي هو ده، لا بص اعمل فيه اوباستي. فلما اعرض بقى الكلام ده من الاول، لاحظ هو اول لير فوق، اول لير فوق فعليا، والحته دي كلها دي ترانسبيرنسي، فبالتالي بيغطي على مين؟ فكل حاجه متأثر عليها مين؟ كده
لاحظ الكلام، بص الكلام ده وهو بيجري كده، المشهد ده وهو بيجري، شفت انتوا اللي هي توم اند جيري لما بيجي يجري، شفتوا لما بيجي يجري بيعمل ايه؟ بيبقى في كده زي خيال، خيال ورا ده اللي هي الموشن بلور ده اللي حاصل. فانا عايز اعملها هنا اهو نفس الكلام، هي يعني مجرد حاجه كده بتتعمل، يعني تيجي عليها اللي هو بتاع السين ده اللي هو واخد البوزيشن ده، لو انا عملت زوم كده مش ده اللي هو لير سين 3، في مربع كده اسمه موشن بلور سيميوليتس شاتر ديوريشن، ده هاجي عند المربع اللي هو قدام سين 3 وراح ضايف موشن بلور. مش بس كده، مش بس كده، ده انا هطلع فوق الاقي نفس الايقونه بتاعتي فوق انيبل، راح دايس عليها، هي دي اللي هتديني. بص 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 هنا، فبص الحركه بقى عامله زي دلوقتي، وهي تتحرك يحصل لها ايه؟ موشن. عايز ازود الموشن بلور دوت، بخش جوه الاوبشنز بقى وابتدي ان انا ايه، بس ده مش موضوعنا دلوقتي خلاص، مجرد بس ان انا حطيت الايه الموشن بلور ايكون هنا وهنا، ضغطت عليها فوق عشان يعمل انيبل الكلام ده، وتحت بقول له اللير دوت هياخد موشن بلور عشان ده واخد بوزيشن، ممكن اخليهم كلهم ياخدوا موشن بلور، يعني مثلا المستطيل ده وهو طالع ياخد موشن بلور، اروح جاي عليه هو اللي هو الفيرست سين واروح مديله موشن بلور. بس خلي بالك كده ده في موشن كله، اه ما انا هدي المشهد كله موشن بلور، بس بص المستطيل في موشن بلور حصل فيه، لان هو الفيرست سين ده كومبوزيشن جواه ايه؟ جواه ليارات، فانا عايز اخش جوه لازم كل جوه يكون واخد ايه؟ فلاحظ هو طالع، بص بقى دلوقتي ظاهره موشن بلور، هو بصي شايفينه؟ بس بسيط قوي خلاص؟ فانا هبتدي اطلع ورا خلاص، اروح تمام قوي كده كده جاي على الترانزيشن مثلا، النقله دي مش مهم سين سكند سين اه ممكن ياخد بوشن افتح الاول، اروح دايس دبل كليك جوه واعمل ايه؟ اه بص بص جاي ازاي، بص جاي ازاي، افتح واقف عامل ازاي، اروح خارج بره عامل ايه؟ المفروض يبقى فيه موشن اه تمام، عشان بس واخد ايه؟ كولابس، عشان تعمل له كولابس تمام، فممكن اعمل موشن بلور وخلاص. بصي بس هو بيحصل له دوران وسكيل، بس الدوائر دي وهي بتكبر ايه؟ سوري الدوائر دي وهي بتكبر برضه حاطين ان انا بعمل ترانزيشن مش بلور، بس دبل كليك واخش جوه اعمل ايه؟ واعمل الكلام ده واطلع بره اعمل ايه؟ بس رخمة قوي صح؟ اه بزيادة ها؟ انا عايز اشيلها، من مش لازم، مش عايز اعمل خش جوه واشيل اللي جوه، انا عايزها دي عادية. ولا دي مش عايزة أرجع برضه، بس كده تمام. ممكن أركب معاهم ساوند أكيد، راح رايح لمين بقى؟ لمين؟ مين يدخل الساوند؟ بانل البروجكت، بانل مين؟ البروجكت، رايت كليك هنا وأعمل إيه؟ إمبورت فايل، وأروح رايح جايب ساوند، هبتدي إن أنا أجيب ساوند منين؟ ممكن أقول له أنا عايز إم بي 3 أهو. ترى في ام 3 خلاص، راح جاي قايل له بعد اذنك انا محتاج ان انا اعمل ايه في الاخر، طبعا هسيب الاول على الكومبوزيشن اللي عملها الاصلي، هو البروجكت الاصلي، واقول انا عايز بعد كده رندر،
عايز أرندره فيديو، أسخرجه فيديو، أعمل إيه؟ composition add to render إيه يا جماعة؟ add to render cube، صح كده ولا إيه؟ composition add to render cube، وبعدين بينزل لي تحت في حاجة اسمها render cube، هقول له إيه هنا؟ الـ output model هيبقى إيه؟ ها؟ المفروض يبقى اللي هو المفروض HTML بس مش موجودة. ممكن نعملها مثلا كويك تايم، بس ده هيديني ملف عادي، او خليها FLV عشان تنضبط. تمام، اروح جاي هنا اقول بقى عايز اختار المكان، فين المكان؟ قال لي المكان موجود فين؟ على الديسك توب. الديسك توب فين بالظبط؟ على الديسك توب فولدر اسمه سامبل بروجكت، فين؟ يلا رندر، ياخد فترة شوية عشان ايه؟ مع انه كلهم كام؟ كلهم كام يا جماعة؟ 7 ثواني، كلهم 7 ثواني.